بدعم سياسي روسي يستمر نظام الاسد في التحايل على مسار اللجنه الدستوريه المصاب بالفشل بعد اكثر من عام على انطلاقته من خلال اللعب على عامل الوقت بالمماطله والتعطيل بزج مواضيع ونقاشات غير دستوريه خلال اجتماعات الجولات ما ادى الى انعدام النتائج كليا وفد النظام المشارك في مباحثات اللجنه اكد انه جاء الى المسار لمناقشه قضايا هامشيه في الدستور مبتعدا بذلك عن جوهر المباحثات وهو وضع صياغات ونصوص دستوريه امام موقف نظام الاسد هذا يظهر عجز المبعوث الاممي الى سوريا غير بيدرسون المشرف المباشر على مباحثات اللجنه اضافه الى عدم قدرته على اقناع روسيا وايران بالضغط على وفد دمشق للانخراط الجدي بالعمليه من اجل احداث خرق حقيقي في اعمال اللجنه الدستوريه نائب وزير الخارجيه الروسي سيرجي فيرشينين بحث مع بيدرسون قضايا التسويه السياسيه في سوريا وخصوصا المهام العاجله للتحرك نحو تسويه سياسيه طويله الامد، وياتي الطرح الروسي تزامنا مع بدء موسكو بالترويج لاعاده انتخاب الاسد لفتره رئاسيه مقبله خلال الانتخابات الرئاسيه المقبله بعد حوالي اربعه اشهر من الان. وتعمل موسكو على التمهيد لتعويم الاسد مجددا من خلال فرض رؤيه مبنيه على قواعد ومباحثات اسيتانا ولكن تحت مظله امميه هذه المره ويبدو ان روسيا تسابق الزمن لفرض رؤيتها للحل السوري مستغله خلو الساحه السوريه لها في ظل غياب الدور الامريكي بعد وصول بايدن الى اداره البيت الابيض وفي ظل هذه الاجواء تتلاشى فرص اللجنه الدستوريه في تحقيق اهدافها التي تاسست من اجلها وخصوصا مع استمرار الشلل الدولي في بلوره رؤيه واضحه للحل السوري يحقق في اقل تقدير ادنى مطالب الشعب السوري في التغيير السياسي